النهاردة 25 يناير سنة 2018، و 25 يناير زي ما هو مليان أحداث تاريخية كبيرة جدا في تاريخ مصر، أحداث كتيرة جدا جدا. النهاردة يوم 25 يناير في 2018 بيزيد الأحداث ديت حدث تاريخي وحدث عالمي. النهاردة تم نقل تمثال رمسيس الثاني الى اخر مكان يتنقل له بعد رحلة كبيرة جدا، اتنقل النهاردة للمتحف المصري الكبير. السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم. النهاردة بنتكلم عن تمثال رمسيس الثاني، وقبل ما نتكلم وندخل في موضوع تمثال رمسيس الثاني ناخد نبزة بسيطة كده عن مين رمسيس الثاني. في ناس مننا كتير عارفين مين رمسيس الثاني، وفي ناس بس عارفين ان ده واحد من الملوك الفراعنة وخلاص. لا، انا عايز اصحح لك معلومة مهمة جدا جدا. رمسيس الثاني ده او الملك رمسيس الثاني هو من اعظم ملوك الحضارة المصرية القديمة على الاطراق الاطلاق، كان من الاسرة ال19. الملك رمسيس الثاني بيقال انه هو عاش، ناس بتقال انه 90 او 91 سنة، ويقال برضو ايضا انه عاش 99 سنة، لكن الحقيقة المؤكدة ان الملك رمسيس الثاني مسك الحكم من سنة 1279 قبل الميلاد ل 1213 قبل الميلاد، يعني تولى الحكم لمدة 66 سنة، وهو بيعتبر بالشكل ده هو من أكتر الحكام في تاريخ مصر اللي تولى الحكم. لكنه في 66 سنة ما كانتش هباء، هو عمل إنجازات وكب فيها بالجد الأعظم أو بالملك الأعظم رمسيس الثاني. رمسيس الثاني لما تولى الحكم أعاد لمصر أو للإمبراطورية المصرية هبتها باسترجاع الأراضي والنفوس في أرض الكنعانيين اللي هي أرض منطقة الشام ومنطقة الشمال ومنطقة الجنوب بالغزوات اللي اتعملت في بلاد النوبة. طب إيه اللي قدمه رمسيس الثاني للحضارة المصرية القديمة أو لينا إحنا كمصر؟ أول حاجة عمل مدن كاملة، مدن كاملة بكل ما فيها من زراعة وصناعات حرفية يدوية اتعرفت في الحضارة المصرية القديمة. رمسيس الثاني عمل مش تماثيله بس أو التمثال بتاعه، رمسيس الثاني عمل معبد أبو سمبل ومعبد الكرنك. الملك رمسيس الثاني كمان عمل واحدة من أجمل وأحلى المقابر لحبيبته الملكة نيفرتاري، اللي هي تعتبر من أجمل المقابر الفرعونية أو أجمل المقابر الأثرية على مستوى التاريخ ومستوى العالم. طيب الملك رمسيس الثاني بيقال إن هو ليه حوالي 100 ولد وبنت، وتزوج كتير جدا من المرات. الملك رمسيس الثاني من بعد ما مات من كتر حبهم فيه 9 ملوك من بعده اتسموا رمسيس أسوة به، لكن محدش قدر يوصل للإنجازات التاريخية والإنجازات العظيمة اللي عملها لمصر. ندخل بقى في موضوع التمثال بتاع الملك رمسيس الثاني. تمثال رمسيس الثاني طوله 11 متر ووزنه 80 طن. تمثال رمسيس الثاني اكتشفوه في سنة 1820، اللي اكتشفه كان عالم أثري وباحث اسمه جيوفاني باتيستا، وعشان تفتكروا اسمه افتكروا لاعب الكرة المشهور باتيستا. جيوفاني باتيستا اكتشفه في معبد ميت رهينة، وجه في سنة 1955 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمر إنه هو يتحط في مكان ميدان رمسيس. فضل تمثال رمسيس من سنة 1955 لحد 2006 واقف في المكان ده. في اعتقادي الشخصي ان دي كانت اصعب فترة في حياة التمثال ده، وتفضل واقف، يعني مش قادر اقول لكم، دخان عربيات، قطارات، عربيات، واقف في ميدان رمسيس. تخيلوا انت لو وقفت ساعة في ميدان رمسيس انت هيحصل لك ايه؟ ستر ربنا ان هو صنم، الحمد لله ان هو تمثال، ده لو كان بشر كان. المهم فضل لغاية سنة 2006 موجود، واتنقل في 2006 في اغسطس 2006 لميدان الرماية.
جينا النهارده في سنة 2018 في 25 يناير 2018 وتم نقل التمثال من ميدان الرماية لبهو العظيم للمتحف المصري الكبير. وعايز اقول لكم ان فعلا تم نقل التمثال بشكل بعناية كبيرة جدا، اتكلف النقل 13.5 مليون جنيه. طب ليه اتكلف المبلغ ده؟ علشان هم عملوا طريق خاص علشان ينقلوا بيه التمثال دوت، وعملوا تمثال او جدار خرساني بوزن 82 وعملوا بروفا كانه هو، وازاي ينقلوه يعني. الموضوع فعلا كان معمول بشكل ممتاز ورائع المره ديت. عايز اقول لكم ان مش هو ده تمثال رمسيس الثاني الوحيد، لا، في كتير جدا من تماثيل رمسيس الثاني. في عندنا تماثيل رمسيس الثاني في معبد ابو سمبل، وفي عندنا تماثيل رمسيس الثاني في معبد الكرنك، وفي تمثال رمسيس الثاني طوله 12 متر وهو قاعد. ما هوش هو ده التمثال رمسيس الثاني الوحيد. عايز اقول لكم ان المتحف المصري الكبير يا جماعه ده بيعتبر اكبر متحف في العالم لحضاره واحده. المتحف المصري الكبير هيتعمل عليه بعد كده ممشى سياحي للاهرامات، هيتعمل فيه فنادق، هيتعمل فيه حاجات كتيره، هينقل مصر نقله كبيره في السياحه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والمعلومات دي تكون افادتكم. ما تنسوش تدوسوا لايك على الفيديو، واشوفكم على خير. سلام عليكم.